بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. أنا شفت المسيح كتير. المسيح هو اللي قال إن أنا أتكلم معاكم على الإنترنت. النهاردة الجزء 31 القربانة. الحقيقة إحنا لسه في حبرون، يعني منطقة الارتباط أو الاتحاد. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن النفس البشرية الملكة، والنهاردة هتكلم عن القربانة، لأن الاتحاد بيكون في سر التناول في قدس الأقداس. المسيح بيتجسد في القربانة، وأنا عايزاه يتجسد فيا بوضوح. علشان كده هتكلم النهاردة عن القربانة في قدس الأقداس في منطقة حبرون، يعني منطقة الارتباط أو الاتحاد. ليه؟ لأن هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يعني أي أن يتحدوا بيك وحدك أيها النور الحقيقي. النهاردة هستمر في التأمل برضو في الرؤية الجزء 28. الصلاة الصغيرة اللي حفظتها من جدتي اللي أنا غسلتها مع الناس لما ماتت في الجزء الأول، وممكن هي كمان تكون حفظتها من جدتها، يعني صلاة من حوالي 200 أو 300 سنة مثلا. هي صلاة بسيطة من ناس بسيطة، حفظتها وأنا عندي 4 سنين، ما فكرتش فيها كتابيا، لكن ببساطة قلب الأطفال بنحفظ، والتعليم في الصغر كان نعش على الحجر. فاكرين الصلاة؟ وضعت راسي على فراشي، 7 صلبان تحت راسي. رقم 7 هو دايما رقم كمال عمل الصليب في حياتنا في المسيح يسوع. ليه؟ لأن في الصليب واحد في اتحاد بالمسيح الملك، في الصليب قوة الله، في الصليب مذبح للعبادة والعبور، عبور من الأرض للسماء، من الموت للحياة، من الظلمة للنور، من عار الخطية المجد أبناء الله. في الصليب مصالحة، صلح مع الآب بالابن في الروح القدس، صلح مع السمائيين، صلح مع نفسي، صلح مع إخواتي في البشرية. المسيح مد يمينه فتح إنجيله، المسيح الملك بيمين القوة فتح الكلمة الموحى بها بالروح القدس، وهي أنفاس الله، ليعلن لي قوة وأسرار الكلمة في قلبك أنت وبصفة شخصية. موسى النبي في البرية ضرب البحر بعصيته وطلعت له 6 البتولية. نبوات موسى النبي في العهد القديم بتعبرني للعهد الجديد، بيخترق بحر العالم ويشقه بالعصا رمز الصليب، فبنعبر للعهد الجديد. أول ما بنعبر تظهر مشرقة وسط تحية الملائكة العذراء والأم البتول مريم، ببشارة للعالم وليك بولادة الطفل يسوع المخلص عمال يقيل، يعني ولادة يسوع فيك يعني جواك. قلت لها يا ستي يا أم النور علشان خاطر ابنك العطنور. هي أم النور، وهنا أنا بطلب شفاعتها. إحنا دايما نقول في ساعة الوفاة أي الموت الجسدي بيجي الملائكة والقديسين ومعاهم أم النور لاستقبال الروح المنطلقة للسماء. في صلاة الغروب وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي، ولمؤامرة الأعداء الذمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للخطر الحقيقي. في صلاة الغروب في الإجبال، زي مثلا في اليوم اللي اتنيح فيه القديس الأنبا مرقس الأنطوني في القرن ال14، أبصر عساكر وأجناد روحانية لا يحصى لها عدد قد نزلوا من السماء وأحاطوا بالدير، إلى أن دخلت امرأة وقد غلب نورها ضوء الشمس، جلست إلى جانب هذا الشيخ ثم قبلت نفسه الطاهرة إليها، وكان جميع القديسين يرتلوا القيام حولها حتى أصعدتها هذه النفس إلى السماء بفرح ومجد. وفي الرؤية جزء 28، وزي الأنبا بولا الطموه اللي كان رايح مصر ومعه قديسين كتير وملايكة كتير لاستقبال روح الأنبا سارة باموم رئيس دير الأنبا بيشوي في هذا اليوم، اللي هو في اليوم اللي أنا شفت فيه الرؤية في الجزء 28. الصلاة لتموتيني هي اتشفعي لي أن لا أموت أتيلة ولا حريقة ولا غريقة ولا أربانة طرية. طبعا دي مش صلاة كتابية، وكأني بنت بتطلب من أمها، لأن هي اللي ادتني اسم سرية في بطن أمي بالجسد، وده في الجزء الأول. دايما جوه قلبي بقول لها خدي بالك من بنتك يا عدرا، مش عايزة أموت أتيلة والشر يقتلني ويقوى عليا،
ولا حريقة مع الشيطان في الهاوية، ولا غريقة في بحر العالم، ولا قربانة طرية. هنا عايزة أقف شوية عند القربانة وأشارككم برؤية شفتها فهمتني إيه هي القربانة، وعشان كده أنا وقفت النهاردة عند القربان. يجهز القربان في مكان في الكنيسة اسمه بيت لحم. بيت لحم هو مكان ولادة السيد المسيح الحمل الحقيقي اللي حمل خطايا العالم كله. وفي المعمودية، في المعمودية المسيح بيتولد فيك وانت بتبقى قربانة كمان. التأمل تأمل خاص. في سر التناول المقدس بيختار أبونا قربانة الحمل ويعمل بيها القديس، وبالروح القدس بتتحول لجسد المسيح. وإحنا بالروح القدس جسدنا بيبقى قربانة للاتحاد بجسد المسيح في هذا السر العظيم. بيحصل اتحاد حقيقي لكل إنسان جهز جسد قربانة مقدسة وجهز قلبه وفكره وروحه. وبنسمع أبونا كلنا بيقول القديس للقديسين. ففي قربانة مش مستوية نية وطرية، وفي قربانة مستوية. بالمعمودية جسدك أصبح قربانة وإنت طفل. القربانة طرية وعليك تسويها للاتحاد بالمسيح. القربانة بتستوي في فرن الحياة أو الامتحانات أو التأديب، وتتقدس وتدشن بنار الروح القدس. الإنسان الذي لا يحتمل امتحانات الطريق الروحي ولا يقبل التأديب للنمو والتغيير والتشكيل والنضوج هو قربانة مش مستوية. القربانة تصنع من حبة الحنطة. إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. المسيح اتدفن ومات، وثمر المسيح هو إحنا أولاده، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. أنت خارج من الكنيسة بتلاقي قربان كتير، عشان أقولك أنت كمان خارج من الكنيسة قربانة مستديرة بلا بداية ولا نهاية، لأنك إنسان سماوي وبتعمل زي المسيح وتتمثل بيه وتسحق حبة الحنطة وتمشي طريق المسيح وتصلب تدفن وتقوم وتصعد معي. هو ده طريق المسيح اللي احنا بنتمثل بيه وبنمشي بيه، او بنمشي فيه وبيه طبعا، لحد ما بنبقى قربانة مستوية. القربانة مكتوب عليها باليونانية قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. وفي المعمودية انت تخصصت وتقدست لله القدوس ورجعت ليك الحياة في المسيح الفادي. انت حتة من القدوس، انت جزء منه. الصليب اللي في وسط القربانة هو المسيح اللي لازم تخليه دايما اساسي في وسط حياتك، وانت هتتصلب معاه وزيه وتمشي الطريق. الاتناشر صليب اللي هم التلاميذ وهم الاتناشر مرحلة بنمشيهم في الطريق مع الجسد والنفس والروح في القدس اللي احنا عرفناهم في الجزء الاتنين من الرسالة بتاعتنا. يتلو الأربني المزامير والتسابيح أثناء عمل القربان بكل هيبة ووقار. يعني الصلاة والمزامير هي حياة المسيحي الحقيقية. القربانة اللي أنت بتشتريها برا الكنيسة هي أنت، والمسيح اشتراك ودفع ثمنك، وهو دم المسيح واتحد بيك، وأنت إنسان سماوي. ولكن التمن البسيط اللي أنت بتدفعه في شراء القربانة دي بيفكرك أنك أنت كمان هتدفع تمن، لكن ده ولا حاجة جنب دم المسيح. وهتتنازل وهتترك وهتتخلى عن حاجات خلال الطريق الروحي عشان تشتري الروحيات وتشتري سلامك وتشتري من المسيح ذهب مصفى بالنار لكي تستغنى وثيابا بيض لكي تلبس. ودي الخطوة 12 في الطريق الجزء 15، أو هنعدي هنا بكل الطريق الروحي مع المسيح عشان أدخل مع المسيح قدس الأقداس. علشان أنا بس بركز على الحتة دي اللي عايز أقولك، أنت هتمشي الطريق ده هو عشان تدخل من القدس إلى قدس الأقداس. الرؤية اللي أحكيها لكم دي دلوقتي كانت في وقت تعليم البابا كيرلس ليا، كانت من حوالي 25 سنة. كان في واحد والبابا كيرلس قال لي أروح أقول له حاجة، ودي كانت أول مرة أوصل رسالة لحد أنا معرفوش تماما، فكان صعب عليا جدا إني أقول له.
وعلى مدة 3 أيام البابا كيرلس بيظهر لي كل يوم ويقول لي ما تكلمتيش ليه، وفي الحقيقة بدأ يزعل مني ويكلمني بزعل. طبعا لما لقيت البابا كيرلس بيزعل جريت على الشخص، ولأنها كانت حاجة غريبة طبعا ما صدقش، ومش كده وبس بيسألني مين البابا كيرلس ومع إنه مسيحي، ومين أنت يا ست أنت وعايزة إيه بالظبط. خلاني البابا أشوف زي زلزال في رؤية، وإني في بيت واقع ومكسر على أصحابه، وبشوف ناس بيخرجوا ناس من تحت الأنقاض، وفي واحد خرج قربانة طرية مش مستوية من تحت البيت، وراح الواحد ده جاي وحط القربانة في إيده، وأنا رحت رايحة ومدياها للشخص اللي أنا قال لي أوصل له الرسالة. وهنا البابا كيرلس راح سألني فهمتي؟ قلت له أيوة. رحت للشخص وقلت له البابا كيرلس بيقولك في واحد صاحبك قوي هيموت، وهو بيته مكسر يعني ما فيش بناء روحي في حياته تماما، وعايش في الشر، وهو قربانة طرية مش مستوية عجينة. وقلت له يقول للشخص انه يلحق يتوب عن شر. وسكت ومشيت. طبعا الراجل كان واقف مستعجب جدا. بعد حوالي اسبوعين لقيته بيتصل بيا ومنهار وبيبكي على صاحبه طبعا اللي مات من غير توبة. لقيت نفسي ببكي معاه. رجع البابا كيرلس وسألني انتي بتبكي ليه؟ كان جوايا شعور عجيب ان الناس دي اهلي واخواتي مع اني معرفهمش، وده دايما احساسي لاخواتي في الكنيسة وبرا الكنيسة، لاننا من ام واحدة وهي الكنيسة الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية. الحقيقة ده احساسي وده ايماني. بدأ البابا يبعتني الناس تاني برضو قربانة طرية ومش مستوية، والعجينة احيانا ملخبطة، وما كنتش بصدق عيني ان في ناس مسيحيين بالشكل ده. بصراحة قلبي وجعني عليهم قوي، وساعتها بدأ البابا يفهمني اهمية ارادة الانسان، وان الانسان بيأكل من شجرة معرفة الخير والشر، وانه بيرجع يرفض المسيح تاني ويمسك من الشيطان تاني. لما بتفقد خلاصك انت مش بتفقد وظيفة او مركز اجتماعي او بتفقد بيت او عربية يعني سيارة او اولاد، انت بتفقد حياتك وابديتك، وبتربط نفسك تاني بالشيطان وجهنم من تاني. يا رب بعيد عن الكل. رجع وقال لي البابا كيرلس وفهمني ان هناك امور جوهرية تمنع الملكوت. مثال ذلك قول الرب ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. وقال ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. دي شروط. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. هكذا جعل الرب هذه الأمور كلها لازمة للخلاص، اللي هي المعمودية والتوبة والتناول. حاليا دلوقتي ربنا بيوضح لي في بعض الرؤى كمان ليه هو زعلان على الإنسان والبشرية. بكل أسف، لأن الإنسان في حالة انخفاض مستمر وبصفة عامة. مثلا الإنسان اللي في حالة توها عن ربنا مغيب تايه من جواه. بشوف الإنسان التايه زي واحدة ست واقفة في محطة أتوبيس مغيبة ومش عارفة هي رايحة فين، ولا هتاخد أي أتوبيس، ولا عارفة رايحة في أي اتجاه، وكمان لما ركبت الأتوبيس مش عارفة هتنزل فين وليه. ده الإنسان اللي عايش وخلاص في الحياة بها أهداف أرضية بدون هدف روحي واضح وسليم، فبيمشي وراء أي حد يقوده خلاص، ماشي تابع بدون تفكير. هو بيعمل كده ليه؟ لازم قبل عمل أي شيء أسأل نفسي إيه هو الهدف وهوصل إزاي، وإيه هي الوسيلة، وإيه هي الإمكانيات للوصول، ومين القائد. ولو أنت ماشي في الطريق لازم في كل الطريق يكون في احترام لكل القوانين الموجودة، وده لضمان سلامة وصولك وغيرك للهدف. الحاجة التانية كانت النميمة. كنت بشوف واحدة ست واقفة بتعري الناس وتقطع هدومها، وده التشهير بالناس ومش بتستر على حد. الحاجة التالتة اللي بتزعل ربنا القضاء والإدانة والظلم والافتراء. كنت بشوف واحدة ست كبيرة في السن بتطبخ، وهي كبيرة في السن بس في الشر، كانت بتطبخ لحوم بشر وتاكلها. دول ستات مش رجالة، يعني عدم النضوج الروحي. حتى لو هم في الواقع رجالة تشوفهم ستات، هم اللي أصدروا حكم على الناس وقاعدين يأكلوا في لحم الناس بدون رحمة، زي إيزابيل زوجة أخاب الملك.
الناس المستبيحين الشر، زي تعليم النقيلاويين بالعام برضو في رؤية 2. الفجور كنت بشوف واحد أو واحدة كل جسمه بسور ودمامل، شايل على إيده شيطان صغير أو كبير وماشي بيه في كل مكان. بعرف إنه في حالة زنا، وأحيانا أشوف أكتر من شيطان حواليه، فهما بيستبيحوا الشر بأنواع وكل درجات الزنا، زي جزء 9 في الرسالة. المعاندين ودول زي عبدة الأوثان بالضبط. كنت بشوفهم لابسين نظارة سودة على عيونهم وسماعات على ودنهم، رافض يسمع منك حاجة أو حتى يشوفك، قافل مخه عن أي تفكير صحيح، فاكر نفسه مع ربنا، لكن هم في الحقيقة ضد ربنا. الجحدين، الجحود هو الإنكار رغم العلم بالشيء وعدم الاعتراف بحق الآخر عليه. الجاحد أو الناكر للفضل والجميل هو أعمى البصر والبصيرة، أناني، مش شايف غير نفسه. هم ناس عايشين، أو يعني زي الابن لما بيكبر وبيتجوز وينكر جميل والديه عليه ويعاملهم بجحود. وبقول اللي عمله اللي انت بتعمله في والديك ده هيتعمل فيك من ولادك النهاردة أو بكرة، بس ربنا يديك العمر. اللي معرفش يكرم والديه على الأرض مهما كانوا، اللي معرفش يكرم أبائه في الكهنوت وأستاذه في المدرسة والرؤساء في كل مكان ويحترمهم بغض النظر عن أخطائهم، مش هيعرف يحترم ويكرم ربنا. العرافة، هم ناس ملحدين عايشين في أرضين، أرض ربنا الله يمطر عليهم بنعمه وخيراته، بينور لهم شمسه، هم ناكرين حتى وجوده. العراف هو إنسان بيمسك في إيد الشيطان ويكهن له ويستعمله إبليس في ضرر أو إغراء غيره. الشيطان كمان ممكن يلبسه، والأشرار خاضعين وطايعين للشيطان. بشوف الناس والشيطان راسه، مش بس شايل الشيطان على إيده. في كل الأحوال هم ما يقدروش على أولاد ربنا، لأن إحنا راسنا المسيح. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال، دي طبعا نرجع للأطفال، دي وصية عجيبة وخطيرة كشرط أساسي ومهم لدخول الملكوت. دورت لقيت إن لم نسلك في الطفولة الروحية فلن ندخل الملكوت. طبعا لا نتشبه بالطفل في العقل، وإنما في القلب والروح والنفسية. الجزء ده من كتاب البابا شنودة. أول صفة للأطفال هي البراءة والبساطة. الطفل بيتصف أيضا بيحب المعرفة والتعليم والتسليم. الطفل دايما في نمو مستمر. عرفنا الطفل يسوع، وأما يسوع فكان بيتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. هنا ألاحظ في تأمل خاص أن الكتاب المقدس بدأ بالحكمة ومع القامة والنعمة في نفس الوقت، كأنهم ثلاث خطوط متوازية، وهو النمو في الروح في العقل بالحكمة والمعرفة، وفي كل فضيلة وعمل صالح مع القامة. الله ينمينا في النعمة، هو وحده بيدينا النعمة. الموضوع يا جماعة عايز اتزان. يعني مثلاً ما ينفعش الصوم من غير فضائل القلب، من غير الحكمة يعني استنارة العقل والنمو الروح. ما ينفعش حاجة لوحدة، النمو في ترتيب وعقل واتزان جسدي ونفسي وروحي، وأنا بنمو، أنا مستمر في عملي في المجتمع وفي مسؤولياتي وواجباتي في الأسرة والعيلة مع أبويا وأمي وأولادي وزوجتي مثلا، ومسؤول عن حياتي الروحية في نفس الوقت. لازم الاتزان، عشان كده وجود قيادة روح الله مهم جدا. ولو لسه مش حاسس وشايف هذه القيادة وبوضوح تماما، يبقى لازم وجود أب الاعتراف وأباء المشهورة مهم جدا عشان يتناقش معايا، مش أمشي بذاتي وأقول قيادة روح الله، لأن في ضربات يمينية وصعبة. لكن مع الأباء الرهبان والمتوحدين والسواح الأمر مختلف، لأنه مش مرتبط بناس حواليه ممكن يعثرهم. لكن اللي عايش في المجتمع الأمور مختلفة تماما. يعني مش بمشي بدماغي أو مصايم وأنا بعمل مجهود عضلي مثلا في العمل ومجهود في البيت وأنا متحرك طول اليوم، أو إني أسيب واجباتي الأسرية والاجتماعية بحجة الصوم والصلاة، أو أعيش حياة الكسل وأقول بحب التأمل، أو أكون عصبي ونرفز على الناس ومش طايق الناس ولا نفسي، وأنا مش عارف أتعامل مع الناس من أساسه وفاكر الناس كلها غلط وأنا اللي صح لأني متكبر، فأقعد لوحدي بحجة أنا قاعد مع ربنا، بلبس ثوب التقوى المزيف أو أفقد صحتي، ودي وزنة بسبب عدم الحكمة في الصوم. لازم أوزن بين أقمع جسدي وأستعبده وبين أقيته وأربيه. اللي عايز يترهبن يترهبن، واللي اختار حياة الزيجة المقدسة لا يسرق حقوق أسرته بحجة ربنا، ويضع حمله على اللي حواليه،
ولاد ربنا مش بيشيلوا احمال مش ولاد ربنا بيشيلوا احمال الناس، مش بيحملوا الناس احمال تقيله. لازم الحكمه ولازم قياده روح الله، مش امشي بذاتي. الحكمه والاتزان والتمييز في المواضيع اللي بينفع لواحد ممكن مش مناسب للاخر. ولو كمان الانسان مريض ده موضوع تاني خالص. عشان كده في حياتي محتاج جدا اباء الاعتراف اللي انا بتناقش معاهم، واباء المشوره اللي بيحكوا معايا، والناس الكبار في السن اللي بتناقش معاهم. الزواج سر مقدس، انا وزوجي واحد في المسيح. الزواج لا يمنع العلاقه الشخصيه مع ربنا، ولا يمنع السير في الطريق الروحي، ولا يمنع زيارات النعمه والتعزيات من وقت للتاني بحسب احتياجي. لو انا في ضيقه مثلا، زيارات النعمه مش عمال على بطال لألا أتكبر، ربنا وحده اللي عارف احتياجاتنا. فيه واجبات علينا والكتاب المقدس واضح، اعمل واجباتك مع بيتك وأولادك، ما تهربش من واجباتك ولا تسرق حقوق أسرتك بحجة ربنا. ما تخليش إبليس يضحك عليك، وحتى لو كان في الأسرة حد مش ماشي الطريق صليله، اشكر ربنا على وجوده، هيكون سبب بركات كتير ليك. يا جماعة صدقوني، ربنا أبسط من تخيلنا ولا يحملنا أحمال عثرة الحمل. ربنا مش عايزنا نعثر الناس، ويكون في اتزان وحكمة وتمييز. في كمان فرق بين الاتكال والتواكل على ربنا، أو نقول بلاش كمان أب اعتراف ربنا هيمشيك ويقود حياتك، ولاقي نفسي فريسة سهلة للشيطان ولذاتي وكبريائي. لازم أعرف أنا فين في الطريق الروحي، وفي سنة كام روحيا، مهما كان سني في الجسد. السن الجسدي ملوش دعوة بالسن الروحي. ممكن يكون عندي 70 سنة وما وصلتش لرابعة ابتدائي روحيا، زي ما حاولت أوضح مراحل الطريق الروحي. طول ما أنا في الطفولة والمراهقة الروحية، ابتدائي وإعدادي وثانوي مثلا، أنا تحت سلطان أباء الاعتراف والكنيسة لحد ظهور قيادة روح الله ليا بوضوح، وده لما أنضج جسديا ونفسيا وروحيا وأنتظر الرب. ما ينفعش أقول لطفل في ابتدائي سيب أبوك وأمك وعيش في الشارع، ربنا هيأكلك ويشربك. أبوك وأمك ملهمش لازمة في حياتك، مهما كان أبو وأمه. ده زي اللي بيقول الكنيسة ملهاش لازمة وهو في ابتدائي أو إعدادي روحيا. يا جماعة فين الحكمة؟ هو كمان مش في أطفال لما بيكبروا يبقوا دكاترة ووزراء، وممكن أبو وأمه كانوا ناس بسطة في الحياة؟ كذلك الحياة الروحية كمان. لو انت انسان مجتهد روحيا، مش معناها صوم وبس، معناها صوم واتضاع ووداعة وحكمة وفهم وبالتدريج، ولحد لما ربنا يجي يقود حياتك بوضوح، وممكن يوصلك لدرجات احسن من ناس كتير في جيلك، حتى لو كان ابوك وامك او ابوك الروحي. كمان لو انا في كلية طب مثلا، ورحت اسأل مدرس ابتدائي في الطب، يبقى مين فينا الغبي؟ لو أنا مش عارف أنا فين في الطريق الروحي وبعمل إيه، دي مش غلطة اللي حواليك. علشان كده كان بيقول لي تقولي للي عايش في الشر مثلا، ابعدوا عن الدم والزنا والمخنوق. والناس تانية، صوم الجسد وحده لا يكفي، لازم يصحب الصوم بصوم النفس. لازم تصوم فكرك عن الأخطاء، تصوم قلبك عن المشاعر والعواطف الرديئة، تصوم لسانك عن الكلام الباطل، وده الصوم من الناحية السلبية. وفي صوم إيجابي للتقدم في الطريق والاقتراب من الله والاتحاد به، وإن صوم الجسد وحده ما بيكفيش، لازم تغذية الروح. كان بيركز كمان معايا إيمانك ممكن ينقل الجبل، لأن الجبل مادة وبدون إرادة، لكن الجبل يتوقف فقط على إيمانك أنت. لكن ما ينفعش تنقل الإنسان من الشر للخير، لأن الإنسان له إرادة حرة في اختيار الشر أو الخير، هو اللي قرر وهو اللي ينمو وهو اللي يمشي الطريق. يلا بينا نرجع للطفولة الروحية. الطفل فيه صفة البشاشة، ما يشيلش هم، السلام مالي قلبه حتى في أشد الأوقات خطورة، لا يحمل حقد، يوجد ما يغضبه أو يضايقه أو يحزنه. كل ده ياخد وقت وبينتهي بسرعة، مش بيعرف يخزنه في قلبه، تلاقيه إساءة بسرعة وسريع التصالح. الطفل في حبه كبير، بيتصاحب بسرعة من ناس كبير أو صغير، محبته محبة حارة أكتر من محبة الكبار، هي محبة بريئة أو طهرة. بيترمي في حضن من يحبه بكل عواطفه، يحب الخير بطبيعته، هو حساس جدا وحسه سليم وروحه طيبة. الطفل عنده الإيمان والثقة،
يقبل كل حقائق الإيمان دون أدنى شك أو حتى سؤال. ثق في ربنا، ثق في أبوك إنه صالح وإلى الأبد رحمته. الطفل الصادق لا يجامل على حساب الحق. الطفل فضائله طبيعية تلقائية بلا تصنع ولا تمثيل، بلا جهات في الوصول للفضائل، هي فيه بالفطرة. لا يحاول أن يظهر في زي فضيلة ليست فيه. لا يجاهد ليحصل على البساطة، هو بسيط بطبيعته، وهكذا باقي الفضائل. الطفل ما بيعرفش الغرور حتى عندما تمدحه، راضي بيفرح لما تشجعه دون تكبر. عايزة أقول كمان من جهتي حاجة بالنسبة للأطفال، الطفل ما يعرفش حب الذات ولا المعرفة الزمنية ولا يعرف الخير والشر، جواه براءة وعفة طبيعية، بيسامح تلقائيا، هي دي الطفولة الروحية، بس معها عقل قادر على التمييز، جسد مقدس، روح مستنيرة، هو ده المسيح الحقيقي. عشان كده البابا كيرلس كان بيركز معايا على ها أنا أرسلكم كغنم وسط الذئاب، كونوا حكماء كالحياة بسطاء كالحمام. أنا عايزة أوصل للراحة في ربنا، عايز تكريس أخنوخ، وفي الجسد طهارة وعفة يوسف، وفي النفس وداعة موسى وشجاعة يشوع، بساطة قلب داود وحكمة سليمان وقوة إيليا. في الروح أنا عايزة أتحد بروح الحكمة والفهم، القوة والمشورة، المعرفة ومخافة الله، الروح القدس، عايز شركة الطبيعة الإلهية. الحاجة التانية اللي ركز عليها البابا كيرلس معايا قوي، اللقاء بين الرحمة والعدل. الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تعانقا. هنا لازم الصليب هو المكان الوحيد لهذا اللقاء. المسيح على الصليب سامح الناس مع انه كان عنده القدرة على الحكم عليهم، وما نساش ان الرحمة تفتخر على الحكم. المسيح رحم الناس وسامحهم بالرغم من كل اللي حصل منهم، ولكن نفذ الحكم في نفسه. هل تقدر تنفذ الرحمة مع الناس حتى اعدائك وتحكم على نفسك؟ تشيل أوزار غيرك وتقف قدام العدالة الإلهية وتقول أنا اللي غلطان مش هما؟ تقدر تشكر اللي بيهينك وبيجرحك ويعريك ويقطع لحمك وياكله وتقول شكرا أنت سبب مجدي وإكليلي وترحمه؟ لأنه في إيد إبليس وتصليله أن ربنا يرحمه، بكده أنت وقفت في الثغرة عن إنسان وتبقى حمامة سلام بين الإنسان والله. لو لوحدي ما أقدرش، لكن في المسيح أستطيع كل شيء. انت في تانية اعدادي في مراحل الطريق الروحي، وقدام كنيسة سميرنا من يغلب هيكون له اكليل الحياة. ده اللي كان عايزه ربنا من يونان النبي الحمامة. المفروض كان يونان يفرح بخلاص نينوى، مش مستني القضاء عليهم والحكم لله وحده في يوم الدينونة، يكون حمامة سلام ويفرح بالسلام. كمان لما المسيح راح للسامرية عملها بالرحمة، ما جيت له أدين العالم بل أخلص. السامرية كانت بتمثل البشرية الساقطة المنتظرة المراحم الإلهية. موسى النبي طلب رحمة ربنا للشعب حتى لو اتمحى اسمه من سفر الحياة. هو ده النبي الحقيقي، إنه يطلب رحمة للناس. دورنا كمسيحيين النهاردة وإحنا في المسيح يسوع نطلب من إلهنا القدوس رحمة وخلاص لينا والأهالينا والكل الأرض والشعوب من الوباء والفناء وسيف الأعداء. نصلي لكل إنسان حتى الأعداء ربنا ينور عيونهم وبصيرتهم ويفتح قلوبهم ويستر عليهم الشيطان اللي محوط بيهم. مش أطلب القضاء عليهم، أطلب رحمة وخلاص للناس ونعمة ونمو لأولاده. حتى لو أنت مع الملك في القضاء، القضاء لله وحده، أطلب الرحمة منه. القضاء لله وحده، أطلب الرحمة منه لينا ولكل الأرض. التأمل الثاني اللي عايزة أشارككم به النهاردة هو مكان الاتحاد في يوم خميس العهد. أين مكان راحتي في مرقس 14؟ حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبا إلى المدينة فيلاقي قمة إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعد لنا. أين موضع الراحة؟ في إنسان حامل جرة ماء هيقابلكم،
هو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعد لنا. وهو كان ماري مرقس البشير. هو إنسان ماشي في الطريق مش كسلان. هو ده. أيوة ده إنسان غلبان. هيقابلكم بشوش فرحان. معاه يا دوب جرة مية بس مش عطشان. ارتوى بالروح القدس بربنا شبعين. جاهز وماشي ومستني بس صاحي ومجهز المكان. هو ده مكان الروح. الراحة للفصح يعني العبور مع الابن المصلوب ابن الإنسان والملك المحبوب اللي دفع دمه الغالي عشانك وعشاني والخلاص أمم وشعوب. يرتاح فيك وترتاح فيه وفي آخر الأيام راجع تاني. أصل هو العالي راجع للقضاء. أنت معاه تطلب للناس الرحمة. اوعوا تنسوا لأن هو الغالي العالي. بس هو الأب. هو أبويا. وهو الديان. الله الذي لا يسعه مكان هو اللي خلق كل شيء ما نراه وما لا نراه. يرتاح في قلبك قدس أقداسك. يرتاح في المتواضع المسكين الغلبان. فيكون المتواضع له سماء وعرش. المتواضع أكتر راحة لله من الهياكل المصنوعة بالأيادي. بالاتضاع نثبت في المسيح المتضع فيسكن فينا الله. فلنصير سماء جديدة ونصير هيكل حي ماشي على الأرض. حامل جرة مية؟ لأ، ده مش حامل جرة مية، ده مليان بالروح القدس وبتجري من بطنه أنهار ماء حية. الآن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. ليه؟ علشان نلاقي فيه الراحة والله يرتاح فينا. مين في الكتاب المقدس كان معنى اسمه الراحة؟ وإيه معنى التواضع؟ الحقيقة البابا كيرلس ركز معايا برضو على شرح جميع للتواضع وهحكي لكم ونجاوب على السؤال المرة الجاية. النهاردة اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك. أشكرك يا إله العظيم ومجد اسمك القدوس لأنك إله العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباوط السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. لك يا رب كل كرامة لكل سلطان. لك الحكمة والغنى والقدرة. ليك يا رب كل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأبدي. آمين. هشوفكم بنعمة ربنا المرة الجايه.